السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كنا استخدمنا العلب بتاعة الاسطوانات وعملنا لكم بيها غرة أو لحام لجميع المعادن، الخشب أو البلاستيك أو الزجاج. قلت لكم هعمل لكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله بشرايط الكاسيت. كلنا عارفين العلب اللي قدامنا دي اللي هي بتاعة الشرايط القديمة بتاعة الكاسيت. طبعا قلت لكم بدل ما نرميها، يعني كلنا عندنا يمكن العلب دي بتبقى قديمة وبنرميها وبنقول ان مليهاش اي لازمة خالص وبنرميها، لا، احنا ممكن نعيد تدويرها ونستفاد بيها وهتوفر علينا فلوس كتير. طبعا الغرة واللحام يعني كلها دي مواد غالية، اسأل عليها في مواد الدهانات والبويات هتلاقيها مواد كلها غالية. لا، احنا النهاردة هنعمل المواد دي ببلاش بدون اي تكلفة. كل اللي هنحتاجه العلب بتاعة الشرايط القديمة، بدل ما احنا نرميها بنعيد تدويرها وبنستفاد بيها. هنحتاج مع العلب دي التنر. التنر ده بيبقى موجود عند بتاع البويات والدهانات، تنر كده الازازة اللي قدامنا دي اسمها التنر، رخيصة جدا مش غالية ومش مكلفة. تمام، هنجيب برطمانة بتاعت مربى فاضية وهنغطي كده بالتنر، يعني فوق الكمية اللي انا قطعتها بسنتي كده نغطيها وهنقفلها وهنسيبها 6 ساعات بالظبط. نقفلها كده ونتركها 6 ساعات وبعدين بنرجع لها تاني. هنسيبها دلوقتي وهنرجع لها، ودلوقتي رجعنا لكم بعد ما تمت 6 ساعات. هنبص عليها هنلاقي العلب اللي احنا وضعنا عليها التنر، بصوا بقت عبارة عن مادة زي العجين، مادة لزجة بالشكل ده. طبعا ممكن استخدمها في حاجات كتير للحام والغرة، واقوى من الغرة اللي انت هتشتريه جاهز. فوق ان طبعا زي ما قلت لكم ان سعر الغرة واللحام دلوقتي اسعار غالية، لا، احنا هنستفاد بالعلب دي بدل من نرميها. وهنجيب علبة تنر زي ما قلت لكم سعرها رخيص مش مكلف، وهنلحم بيها اي شيء. اي شيء دي يعني بصوا بقى، زجاج، بلاستيك، خشب، حديد، يعني لو عندك مثلا خزان مية سواء كان حديد او بلاستيك هتلحم بيه. عندك المراية بتاعت التسريحة مثلا انفكت او انخلعت من اللوح الخشب اللي هو بتبقى فيه، لا، بنلحمها. عندك صندوق المربع خشب كده بدل ما تدقه بمسامير ويتشلخ منك، لا، بنلحمه باللحام ده. غيره زي ما قلت لكم يعني هيصلح وهينفعك في حاجات كتير. تمام، تابعوا معايا الفيديو للنهاية وما تنسوش تدعموني باللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك بيدعمني وبيشجعني ان انا استمر في تنزيل الفيديوهات. يا ريت تكتبونا في التعليقات بتتابعونا من منين، بنحب نشوف المتابعين بتاعنا اللي بيشاهدونا وبينورونا وبيدعمونا منين. يا ريت تعملوا مشاركة للفيديو عشان زي ما انت استفدت يعني غيرك يستفاد، الدال على الخير كفاعله. تمام، بصوا بقى دي مواسير بلاستيك. المواسير البلاستيك اللي هي البولي او اللي هي بتاعت السباكة دي بتاعت المية، طبعا ليها لحام عند بتاع الادوات الصحية اللي هو العلبة البرتقاني دي، طبعا برضو سعرها غالي جدا. تمام، لا، انا ممكن الحم بالمادة دي المواسير، وكمان مش هتمسك المواسير بس، لا، وهتمنع ان يبقى فيه تسريب للمية نهائي. ليه؟ لان بتعمل حوالين المواسير كده
هوريها لكم بعد ما تجف، بتعمل زي يعني بتقفل عليها خالص، يعني بتقفل عليها من بره، من جوه ومن بره. هتشوفوها ايه بعد ما تجف، هوري لكم شكلها هيبقى ازاي. يعني بتقفل عليها من بره وبتلحم من جوه، تمام؟ يعني الماده دي واللحام دي فعلا هينفعكم في حاجات كتير، مش هتستغنى عنه في البيت، ومش مكلف، انت بنفسك هتعمله. وبايه؟ بعلب، يعني شرايط الكاسيت علب قديمه، يعني احنا بنرميها، ملهاش اي لازمه عندنا، تمام. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه اللي مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد، تمام. وكده المواسير بتاعتنا اهي لحمت وهتجف، وهنشوف شكلها بعد ما تجف. هنتركها طبعا، بنسيبها برضو يعني 24 ساعة او 6 ساعات، بس كل ما بتسيبها فترة اطول كل ما بتجف وتمسك اكتر، تمسك زيها زي الحديد بالظبط. الفكرة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وزي ما قلت لكم والله هتنفعكم، هتنفعكم في حاجات كتير. اعمل المادة دي ودور عندك في البيت، شوف ايه اللي محتاج لحام، زي ما قلت لكم، في الزجاج ماشي، في الحديد ماشي، في البلاستيك ماشي، في الخشب ماشي، اي شيء عندك المادة دي هتعالجه ليك. ما تنسوش انتوا بتشاهدون تدعموني باللايك الجميل بتاعكم، واللي مش مشترك يعمل اشتراك. ده بعد ما جفت ونشفت، شوف اللحام بقى مسك فيها ازاي، اقوى من الغرة. بصوا مسكت معايا خلاص، مش هتتخلع معايا، يعني المادة دي اقوى من الغرة اللي انت هتجيبها من بتاع الدهانات، الغرة بتاع الخشب او اي لحام، مادة مش مكلفة، انت بتعملها بنفسك وبتحافظ عليها وبتخليها في البيت عندك، بتلحم بيها كل اللي انت عايز تلحمه في البيت، مكسور او فالت. بصوا بقى المواسير عملت ايه، ده بعد ما جفت، بصوا عملت حوالين الماسورة ايه، يعني فشت كده اللحام، مسك خلاص حتى من بره، يعني مفيش مية هتطلع من المواسير نهائي، مفيش اي تسريبات هيبقى حوالين المواسير. يعني واحد لو عنده شقة هيعمل لها سباكة المواسير، بدل ما يجيب ويكلف نفسه لحامات بمبلغ وقدر من عند سباك، هيستخدم اللحامات دي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تبخلوش علينا باللايك الجميل بتاعكم، واللي مش مشترك يعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم.